السلام عليكم. درس اليوم هو الأدجكتيف ديال تو وتوت وتو وتوت، يعني كيفاش كل وحدة كنستعملوها. من بعد قبل ما نعرفوا الاستعمال ديال كل وحدة، غادي نحاولوا نعطيو التعريف ديال هذا الأدجكتيف هذا ولا فين كيكون. كون توت إيت أن أدجكتيف، يعني فاش كتكون هاد لو تو هادي ولا لو تو ولا لو تو، دوك الربعة فاش كيكونوا أن أدجكتيف دائما كيكونوا تابعين أنو. Et la compagnie toujours un nom. يعني دائما كتكون تابعه واحد الاسم. غادي نشوفو توت ديال الماسكولين سينغولي. الماسكولين سينغولي اللي هو المفرد المذكر. غادي نشوفو المثال الاول. تو لو موند. لو موند هو ان نوم ماسكولين سينغولي. وغنشوفو ثاني حاجه توت اللي كتسالي ب او اللي هي ديال الفيمينين سينغولي. اكزامبل توت لا كلاس. توت لا كلاس. لا كلاس عندها ديتيرمينون لا اللي هو فيمينان، وعندها وديجا هي ان نون فيمينان، دونك غادي تكون فيمينان سانغولي. اذا توت ديما كتبع ان نون فيمينان سانغولي، يعني المفرد المؤنث. اما الحاله الثالثه اللي هي توت اللي كتسالي ب اس، اللي هي دائما تتبع الاسم اللي كيكون في حاله ديال فيمينان بلوريال اي جمع مؤنث. غادي نشوفو المثال. توت لي في. توت لي في. لي في ايتان نو فيمينان بلوريال. الحاله الرابعه اللي هي تو افيك اس على فان، اللي هي دائما ديال الماسكولين بلوريال اي الجمع المذكر. في مثال تو لي غارسون. تو لي غارسون. لي غارسون هو ان نو ماسكولين بلوريال في حاله ديال بلوريال. هذا هو درس اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، ولانه درس بسيط ما خدالناش وقت كبير. شكرا.